نشرة الأخبار مع فاطمة طالب. من العراقية الإخبارية هذه نشرة الأنباء، أهلا بكم. شيع أهالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى جثمان خمسة مدنيين استشهدوا على يد عصابات داعش الإرهابية في منطقة الخلان بأطراف القضاء، وقام إرهابي داعش بقتل الشيخ أثناء تواجده في إحدى المناطق الزراعية في المقدادية، ومن ثم قاموا بتفخيخ جثته، وبعد العثور عليها من قبل ذويه انفجرت عليهم ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم. جريمة جبانة أخرى يرتكبها داعش الإرهابي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى أودت بحياة الشيخ علي فضال الكعبي وعدد من أبنائه، عملية لم تختلف عن سابقاتها التي اتسمت بالخبث والإجرام لإيقاع عدد من الأبرياء، فضلا عن محاولات الاقتتال في هذه المناطق التي تشهد تعايشا سلميا بين جميع مكوناته، لتكون هذه الجريمة منطلقا للمطالبة بالقضاء على بقايا داعش الإرهابي وتقديم المنفذين والمتعاونين للقضاء. لدينا العمل الإجرام التي قامت بها عصابات داعش الإرهابية في منطقة الشهربان، منطقة البينقاني والخصوص منطقة الخيلانية، التي راح ضحيتها الشيخ علي إفضال الكعبي ابن عمي وأولاده الخمسة، والجرحى أكثر من أربعة. ندين هذا الإجرام ونطالب من القوات الأمنية حفظ الأمن في هذه المناطق، نحمل الأجهزة الأمنية اللي موجودة بالمحافظة كافة المسؤولية، وكأهل وذوي الضحايا يجب على الحكومة ألا تسوف هذه القضية. عمليات ديالى من جانبها أكدت من خلال البحث والتفتيش في هذه المناطق قطعها للسبل أمام الإرهابيين من خلال عملية أمنية استهدفت الإرهاب. حقيقة المصاب جلل وحقيقة أحزن القلوب، لكن إن شاء الله القطعات الأمنية أخذت الحيطة والحذر، وإن شاء الله عدينا خطة بهذا الاتجاه للرد السريع والفوري باتجاه العملية اللي صارت في منطقة الخيلانية. مداهمات وتفتيش لبساتين وقرى مناطق المخيسة وأبو قرمة والقبة، الغاية من هذه العملية هو مسح كامل لهذه البساتين وهذه المناطق. للعراقية الإخبارية عدي عبد الكريم، محافظة ديالى. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على التزامه ببناء دولة قوية وعادلة لا تفرق بين أبنائها بسبب دين أو مذهب أو قومية، مؤكدا أن الجميع فيها عراقيون. الكاظمي أشار في كلمة ألقاها خلال حضوره الاحتفاء المركزي بمناسبة مولد فخر الكائنات النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى ضرورة بناء دولة لا تخضع للمتطرفين من داعش أو العصابات الإجرامية من أي دين أو مذهب أو قومية، دعا إلى التحلي بقيم الرسول الأكرم لعبور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والانتصار لتلك القيم بدل العودة إلى جهل التطرف وتوغل من يريد أن يفرض مصالحه وطغيانه على العراقيين بأسماء متعددة، وأكدا أن هذا الأمر لن يحدث. أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ضرورة التوصل لعقد سياسي جديد وتأسيس لحكم الرشيد صالح، أشار في كلمة ألقاها بمناسبة المولد النبوي الشريف لأن ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية من جرائم إرهابية يؤكد أن الإرهاب والعنف ما زالا يشكلان تهديدا للسلم. يعقد مجلس النواب جلسته 17 مساء اليوم لاستكمال مناقشة القوانين والقرارات المدرجة على جدول أعماله. يتضمن جدول الأعمال إكمال الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات واستكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي، التصويت على مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية وغيرها من مشاريع القوانين، في حين لم يدرج المجلس مشروع قانون الاقتراض على جدول أعماله. ومن مجلس النواب ينضم معنا من هناك مراسلنا أحمد عرام. أهلا بك أحمد معنا في هذه النشرة. في البداية يعني بحسب المعطيات لديك، هل سيتم حسم التصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك؟ تفضل.
نعم، حتى هذه اللحظة لم تعقد الجلسة، وحتى هذه اللحظة لم تتوصل الكتل والمكونات داخل محافظة كركوك، المكونات السياسية لم تتوصل إلى توافقات. تحدثت مع أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية وأكد لي قبل دقائق أنه لم يتوصلوا حتى هذه اللحظة إلى توافق، لكن ما سرب لنا من معلومات أن هناك تقسيم لهذه الدوائر الاثنى عشر، 4 للمكون الكردي و4 للمكون التركماني و3 للمكون العربي، ودائرة واحدة مشتركة لجميع المكونات، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة حتى الآن. ما تزال المباحثات جارية على قدم وساق بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب. أما بما يخص عدم عرض قانون استكمال أو سد العجز الحكومي المالي الحكومي، فأكد لي نواب من داخل اللجنة المالية أن اتصالا هاتفيا ورد من قبل رئيس الوزراء إلى اللجنة المالية أكد رغبته بتشريع هذا القانون وضرورة تشريع هذا القانون، لكن رئيس اللجنة المالية طالب رئيس الوزراء ببيان رسمي حول تصريح المتحدث باسم الحكومة، تفسير لتصريح المتحدث باسم الحكومة، لهذا لم يعرض. كان من المفترض أن تتم القراءة الأولى لهذا القانون اليوم للجنة المالية بانتظار وصول الكتاب الرسمي من قبل رئاسة الوزراء حتى يتم عرضه للقراءة الثانية. طيب أحمد، يعني مثل هذا القانون، يعني قانون الاقتراض اليوم، يعني شريحة كبيرة اليوم من المجتمع العراقي أو كل المجتمع العراقي اليوم بحاجة لمثل هذا القانون، لما لم يدرج؟ يعني ما هي الأسباب اليوم؟ هل يعني استبينتم من خلال تواصلكم مع بعض النواب عن الأسباب التي دعت إلى عدم شمول هذا القانون في جلسة اليوم؟ مبررات اللجنة المالية تقول أنها ستصوت على رواتب الموظفين، على رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وهناك أبواب متعددة كان من المفترض أن تستغلها الحكومة، المنافذ الحدودية، منافذ أخرى وأبواب أخرى غير النفط كان من المفترض أن تستغلها الحكومة، لكن اللجنة المالية تؤكد أنها جاهزة وأنها ستصوت وتقرأ القراءة الثانية لهذا المشروع بما يغطي رواتب الموظفين فقط، باستثناء المبالغ التي رصدتها الحكومة الأخرى في هذا القانون، وبالتالي هناك إشكاليات فنية وأخرى إشكاليات مالية تتعلق بعدم الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة قد تكون الحكومة في المراحل المقبلة على سد هذا العجز، هي أموال للاقتراض. فاللجنة المالية تقول أنها ستقترض وتسمح للحكومة بالاقتراض فقط مسألة الرواتب، فيما تحاول وزارة المالية أن تسد الكثير من الأبواب المتواجدة والحاجة الفعلية من خلال المشاريع، من خلال الاستثمارات، من خلال أبواب تشغيلية أخرى غير الرواتب لحين تقديم الموازنة، موازنة عام 2021، وهذا بحد ذاته إشكال لدى اللجنة المالية. تأخر الحكومة في تقديم موازنة عام 2021 هي إحدى الإشكاليات التي تتقدم بها اللجنة المالية على وزارة المالية. طيب، مراسل العراقية الأخبارية من مجلس النواب، كنت معنا أحمد عرام، شكرا جزيلا لك. أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي تمسك رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة في 6 حزيران المقبل. الهنداوي وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية أشار لتواصل الجهود الحكومية لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إكمال استعداداتها لإنجاز انتخابات، مبينا أن المفوضية سجلت انطلاقة ملحوظة في مجال تسجيل الناخبين وتوزيع البطاقات البيومترية وتسجيل الأحزاب المتنافسة التي بلغ عددها حاليا نحو 230 حزبا بينهم أحزاب جديدة. إجماع نيابي على حث المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اعتماد النظام البيومتري في الانتخابات المقبلة. نواب أكدوا ضرورة اعتماد هذا النظام لمنع تكرار حالات التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع. ما زالت الكتل السياسية منشغلة أزاء قانون الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية، وما زال هناك أيضا إجماع على أن يكون النظام المعتمد في الاقتراع هو تسجيل بيانات للناخبين وتحديدها عبر الجهاز البيومتري، وذلك منعا للتلاعب أو التزوير. على المفوضية تدقيق قبل الانتخابات شهر بأنهم جاهزين على هذا الموضوع،
وإلا إحنا ما يعني هم يكون طعون أم يكون مشاكل ما بعد الانتخابات. وبحسب نواب في البرلمان فإن إجراءات المفوضية هو توجيه المواطنين وحثهم وتشجيعهم على تحديث بياناتهم الخاصة بهم من حيث الأمور الفنية قبل الانتخابات، فضلا عن توفير بطاقات الناخب البيومترية. البطاقة البيومترية لا يمكن تزويرها، هذا واحد، فلهذا استخدام البيومتري راح يقلل من نسبة التزوير اللي ممكن أن يحدث. بدأت يعني المفوضية تتخذ إجراءاتها لغرض تشجيع البشر السكان الموجودين وتحفيزهم على استلام بطاقتهم، يعني إعداد البطاقة البيومترية بهذا الجانب. رغبة شعبية باعتماد البطاقة البيومترية في الانتخابات المقبلة لتفادي حدوث عمليات تزوير أو تلاعب في أصوات الناخبين. من داخل مجلس النواب في بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. وإلى جانب قانون الانتخابات الذي أخذ أشهرا من المناقشة والتعديل، فإن قانون المحكمة الاتحادية ينتظر دوره في مجلس النواب لإكمال التعديلات على بعض فقراته. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث نيابي يذهب اتجاه واحدة من أهم التحديات التي تواجه مجلس النواب في المرحلة المقبلة، هي إقرار فقرات التعديل وآلية التعويض فيما يخص استكمال النقص الحاصل في عدد أعضاء المحكمة الاتحادية، إشكالية يجب الانتهاء منها وبأسرع وقت وقبل إجراء الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في حزيران العام المقبل. توجهات ورؤى وطروحات متنوعة تحدثت بها أوساط نيابية فيما يخص موضوعة المحكمة الاتحادية. هنالك رؤية أيضا اليوم لدى أعضاء مجلس النواب فقط في النظر في التعديلات لحسم هذا الموضوع وترك تعديلات ما تبقى من القانون إلى بعد المرحلة المقبلة لحين اختيار مجلس نواب جديد وميثاق مجلس نواب جديد للنظر في مجمل هذا القانون. نواب تحدثوا عن آليتين يمكن من خلالها سد النقص الحاصل في أعضاء المحكمة الاتحادية، أولهما تشريع قانون جديد وهذا يواجه صعوبة في الوقت الحالي، أما الطريقة الثانية فهي تعديل المادة 3 من الأمر 30 لعام 2005. وإضافة إلى هذا فقد كشف نواب عن عدد المواد المرشحة للتعديل في قانون المحكمة الاتحادية وأن السن القانوني ليس من ضمن هذه المواد المطروحة للتعديل، وإذا أدخل ضمن الفقرات المعدلة فسيتم استبدال كامل أعضاء المحكمة. بالنهاية يعني احنا اليوم عندنا فقط اكتمال نصاب، وهناك ثلاثة فقرات هي أو ثلاثة مواد المعدلة، فإذا كان هناك قد يكون مثلا تعديل أربع أو خمس فقرات، مثلا تحديد عمر، أكيد بلا شك تحديد العمر إذا دخل بالموضوع فسيؤدي إلى قد يعني جميع أعضاء المحكمة الاتحادية سيكونون يعني هناك من أعمارهم مثلا أكثر من 70، ولكن لا زال الذي أتى إلينا هي فقط ثلاثة مواد. فيما راح خبراء القانون يتحدثون عن الفقرات الدستورية الخاصة بتشكيل المحكمة الاتحادية من قضاة وفقهاء وأكاديميين وما هي اختصاصاتها. صلاحية المحكمة الاتحادية العليا هي في المصادقة على نتائج الانتخابات، بعد أن تكمل النتائج تكون هنا المصادقة، لا تكون نافذة الانتخابات إلا بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا. ومن بين أهم الاختصاصات التي تعمل عليها المحكمة الاتحادية هي الفصل في النزاعات الدستورية. آثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. أوضح المتحدث الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال أن انخفاض إيرادات الدولة في الأشهر الماضية غير كاف لسداد رواتبها والتزاماتها الأخرى، مؤكدا أنه على هذا الأساس طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021. تستضيف اللجنة المالية النيابية مسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن رواتب الموظفين وقانون الاقتراض. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن تأخر الرواتب ليس له علاقة بقانون الاقتراض، وعلى الحكومة أن تفهم عدم وجود هذا الرابط وأن اللجنة لن تسمح بهذا الأمر، متوقعا أن القرض لا يتعدى 15 تريليون دينار كحاجة فعلية للحكومة.
اجتماع للجنة المالية لبحث مشروع قانون تمويل العجز المالي وتقليل قيمة القرض الذي طالبت به الحكومة، والبالغ 41 تريليون دينار إلى 10 تريليونات دينار، حيث تجد اللجنة المبلغ المخفض قادر على معالجة عجز السنة الحالية. اللجنة المالية النيابية تضع اللمسات الأخيرة على قانون تمويل العجز المالي قبيل التصويت عليه. تقليل مبلغ الاقتراض في القانون من 41 تريليون دينار إلى نحو 10 تريليونات هي الأرقام الواقعية، تقول اللجنة، لما تبقى من الأشهر في السنة الحالية. عدها 19 تريليون وكذا مليار إيرادات، يعني باقي عدها 9 تريليون. 9 تريليون ما يخالف، يعني هسه اصوت عليها وخلى الحكومه تروح تشتغل، بس البقيه ال 30 تريليون او ال 31 تريليون شو يسوي بها الحكومه؟ غير نفتهم شو يسوي بها. وتعمل اللجنه الماليه النيابيه على اضافه فقرات في القانون تتضمن استحصال موارد ماليه اضافيه من الجبايه والضرائب لتخفيف بون العجز المالي وعدم اطلاق يد الحكومه في الاستمرار بالاقتراض دون حلول اقتصاديه واقعيه. ندقق مع الحكومة مدى يعني صحة هذه الأرقام ولماذا هذه الأرقام مبالغ فيها، وسنصل في النهاية إلى أرقام فعلية حقيقية هي التي سنؤمنها كقانون اقتراض للحكومة. ويخلو قانون العجز المالي من استحداث درجات وظيفية أو إضافة تخصيصات مالية جديدة وترحيلها إلى موازنة العام المقبل، في وقت كشفت اللجنة عن استضافة وزير المالية والجهات الحكومية المعنية بالاقتراض لمعرفة الحاجة الواقعية لتغطية النفقات الحاكمة ورواتب الموظفين. قد نضيف بعض الفقرات لزيادة الإيرادات. بالنسبة للتعيينات لا يوجد في هذا القانون، هذا قانون تمويل العجز وليس قانون الموازنة، بالتالي جزء منه كغطاء موازنة والبقية غطاء قانوني للقرض فقط. وترفض اللجنة المالية النيابية ربط تأخر رواتب الموظفين بتشريع قانون العجز المالي أو الاقتراض في ظل وجود منافذ مالية متسربة يمكن لها أن تعالج الأزمة إذا ما أحسنت الحكومة استثمارها. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد. أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق إغلاق 10 مخيمات للنازحين في كل من بغداد وديالى ونينوى وكربلاء المقدسة. أشارت الوزيرة في مؤتمر صحفي إلى أن بغداد وكربلاء المقدسة تخلوان حاليا من أي مخيمات للنازحين بعد إطلاق الحملة الوطنية لإغلاق المخيمات وعودة النازحين. تم بعون الله تعالى غلق 10 مخيمات في بغداد وديالى ونينوى وكربلاء المقدسة، واليوم نعلن أن بغداد خالية من المخيمات وكذلك محافظة كربلاء خالية من المخيمات. وبهذه المناسبة وخلال شهر وعشرة أيام فقط عملنا كخلية نحل في وزارة الهجرة والمهجرين بكافة دوائرها وفروعها الموجودة، استطعنا نعيد بما يقارب 3000 فرد إلى مناطق سكنهم الأصلية.